اوليفر اللي معانا في الاستوديو. الحقيقه هو يعني مش عايز يقعد في الكرسي ومنسجم جدا مع كل الجمهور بتاعنا يعني، وكل الناس عماله تدلعه. اوليفر له حكايه حصلت من كام يوم، خليني اقول كان في القطر مع باباه ومامته. فجاه مامته اللي معانا هنا في الاستوديو، اهلا بحضرتك، جالها حاله خوف جدا ورعب عليه، لانه اوليفر تقريبا اغمى عليه، ما بيتنفسش، مش عارفه تعمل ايه. ابتدوا يدوروا في القطر ويقولوا في حد يا جماعه، دكتور، في حد يقدر يسعف، في حد ممكن يساعد. ظهرت دكتوره قالت لهم انا اقدر اساعد، عملت له اسعافات اوليه، بس قالت لهم القطر على ما يوصل للمكان اللي انتوا رايحينه ما اضمنش اوليفر يحصل له ايه. ابتدت الدكتوره بمنتهى الشهامه تروح لسواق القطر وتقول له لازم تقف، لازم تقف في بنها، عشان الولد ده لا قدر الله بعد الشر مش هيعيش لو انت ما وقفتش. طبعا سواق القطر عنده خط سير ما يقدرش يتحرك عنه او يحيد عنه، والا يتحبس يتحاكم. رفض. هي ما استسلمتش، فضلت تتخانق وتصر وتكلم مدير القطر لحد ما وصلت لناظر المحطه اللي هم هيوصلوا عندها. المسؤولين فضلوا يكلموا بعض وهي وراهم، مش بس عشان تسعفوا انما كمان عشان تامن دخول المستشفى. المسؤولين وصلوا لبعض خلال فتره بسيطه جدا. خليك يا اوليفر، انا مبسوطه ان انت حلو وبصحه معانا. هكمل الحدوته. طيب اللي حصل انه الدكتوره الشهمه دي وصلت، ما هديتش غير لما كلموا المسؤولين كلموا بعضهم، وزاره النقل كلمت وزاره الداخليه، كلمت المحافظ، ما اعرفش مين كلم مين. في النهايه خلوا القطر يعدل سيره وينزل في المحطه ويبقى مستنيه عربيه اسعاف تاخده بسرعه على المستشفى عشان يبقى ينقذوه ويعملوا له الاسعافات الاوليه. ويكون معانا كمان النهارده في الاستوديو، هو بيصور على بيسلم على المصور دلوقتي. خلينا نستقبل الدكتوره الشهمه اللي عملت حاجه كبيره جدا بوازع انساني، دكتوره وسام رمزي. اهلا يا دكتوره وسام، اهلا بيك. الحمد لله على سلامتك، اتفضلي يا دكتوره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. تعرفي اوليفر؟ طبعا حبيبي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا سعيده بمقابلتك. انا اسعد صدقيني. ايه اللي حصل بقى يوم ما كنت في القطر؟ انا ركبت القطر من محطه اسيوط، كنت راجعه من اسيوط راجعه اسكندريه. ده بعد العيد. بعد العيد على طول. انا كنت في مناسبه عائليه يعني بحضر ذكرى الأربعين بتاعت والدي. يا حبيبتي الله يرحمه. بس يبقى ايه في حياتك؟ الله يخليكي، متشكره. بس واحنا في القطر بعد ما عدينا القاهره بحبه صغيرين، لقيت الكومساري منزعج بيقول يا جماعه مفيش دكتور هنا، وكان شكله منزعج جدا يعني. فقلت له اوكي انا دكتوره في ايه؟ قال لي تعالي شوفي. فروحت العربيه اللي ورانا على طول، هم كانوا في عربيه واحد وانا كنت في عربيه اتنين. لقيت الناس كلها متجمعه وحوالين طفل صغير، ايه يا جماعه في ايه؟ مامته قالت ان هو كان نايم وبعد كده دخل في تشنجات وبعديها اغمى عليه ومش عارفين يفوقوه. طبعا هم حاولوا قبل ما انا اوصل ان هم يفوقوه بكلونيا بميه باي حاجه، الولد مش فايق خالص. لما فحصته حطيت ايدي على النبض، نبضه منتظم لكن نفسه كان غير منتظم، شبه متوقف، وبدا وشه يزرق. يعني مفيش نفس. مفيش نفس. وكان بدا كمان وشه يزرق وفي رغاوي طالعه من بقه. يا قلبي. فانا يعني عملت له الاسعافات الاوليه، انا ما كانش معايا اي حاجه، عملت له تنفس بالفم، ماوس تو ماوس بريدنج. بعديها حوالي دقيقه ونص كده، دقيقه ونص، الولد بدا ياخد نفسه بانتظام بس فضل برده مش فايق، ودي كده حاله مش مستقره واحنا مش عارفين الولد ليه مش فايق. ظهر دكتور برده حاول يساعدنا، حاول يخبط على ظهره يمكن يكون شرقان في حاجه، بس لا هو كان نايم ما كانش بياكل عشان يكون شرقان في حاجه، وبرده هو قال انه لازم مستشفى. في الوقت ده سمعت رئيس القطر بيقول لي ها يا دكتوره نوقف القطر؟ قلت له اه وقف القطر، اذا كنت تقدر تعمل كده اعمل كده. فضل يعمل تليفونات، فعلا اتصل في الاول بالسواق، السواق ما وافقش ان هو يقف، عشان طبعا حضرتك عارفه حركه الاطارات مش حاجه سهله ان هو يقف يعني، مش بمزاجه. مش بمزاجه طبعا، الموضوع كبير يعني. المهم عمل اتصالات كتير قوي قوي، وفي النص سمعته بيقول ما انا معايا هنا الدكتوره بتقول وقف القطر، فانا عليت صوتي حتى عشان اللاسلكي ينفع، وقلت له ايوه وقف القطر، معانا حاله انسانيه وحاله حرجه لازم توقف القطر. انتوا كان فاضل لكم قد ايه وتوصلوا؟ نوصل بنها؟ لا مش بنها، طنطا. طنطا كانت اول محطه نقدر نوصل لها، دي بعد ساعه او اكتر.
وما ساعة كانش او اكتر مع طفل قاطع النفس او مغمى عليه ما أو ممكن يدخل في تشنجات مره تانية، وانا كنت خايفه ان هو ده اللي يحصل، فكان لازم مستشفى. قالوا لي قعدتي تزعقي، كنت منفعله. في الاخر زعقت شويه. طبعا ما يعني انا قادره افهم انه ده مش او عليت صوتي يعني عشان يسمع. ما هو في فرق، في زعيق من الصلف ومن الغرور، انما في زعيق عشان في حاله خطر، في اصرار على انه الصح هو اللي يحصل. يعني قادره افهم انت كنت بتزعقي من منطق ايه. حسيت ان اللي حواليا مش مقدرين قوي الموقف. انا عارفه ان الموقف لا ما يتسكتش عليه، لازم نقف، لازم الولد يروح مستشفى. وكان في دكتور ايد برضو الكلام ده، قال المستشفى. بس فعلا وقف في القطر في بنها ونزل والد اوليفر. انا قلت لمامته خليكي انت، كان معاهم شنط كتير وكنا بعد نص الليل، فقلت لها خليكي انت بالشنط وحد يستناكي في اسكندريه. بالليل. انا فاكره بعد نص بالليل. لا بعد نص الليل. بس ونزل الاب، والحمد لله لقيه في المحطه في الشرطه والاسعاف، وناس كتير كانوا مستنيينه. ووصلوه لغايه اقرب مستشفى اطفال اللي هي اطفال بنها. كان في دكتور هناك شاف الولد وفحصه، اكتشف ان هو حرارته كانت عاليه جدا، وده كان سبب التشنجات اللي جات له. ويعني اداله علاجه كده، وبدا الولد يفوق ويبقى كويس، حتى اتصلنا بيه كنا سامعين الولد بيعيط. بس والحمد لله روح على الفجر كده وبقى كويس.